ما أعرف إن كانت ظهرت الشاشة يمكم أو لا. ايه ظهرت دكتورة؟ قبل ما نبدأ بالأسماء المرفوعة، نرجع على الإسناد. إذا تذكرون أخذنا الإسناد بعلامات الاسم، وقلنا من علامات الاسم هو الإسناد، لذلك وهو الإسناد هو أن تسند إلى الاسم حكما تحصل به الفائدة، كأن يكون مبتدأ أو فاعلا. فإذا المسند إليه هو الاسم اللي يكون مبتدأ أو فاعل، لأنه الفعل اللي هو المسند يكون إما الفعل ما يكون، يعني ما يكون اسم، لذلك هو اللي يكون مسند. وأيضا ما الجملة الخبرية أو الخبر قد يأتي جملة، ما يكون اسم لوحده. فزيد اسم لأنك حدثت عنه بالقيام، وهو العلامة أنفع وأصدق علامات الاسم، لأنها أوضحت اسمية الضمائر وما شابهها، مما لا تدخل عليه العلامات المتقدمة مثل ضربت، فالتاء لا تقبل أي من العلامات السابقة. إذا يعني أحيانا يأتي الاسم بعلامة غير من العلامات الموجودة سابقة، اللي هي الجر أو التنوين أو إضافة الألف واللام. فشلون تعرفوا؟ تعرفوا من خلال الإسناد، مثل ضربت التاء هوني ما تقبل أي علامة، لكن هي موجود بها علامة الإسناد، مثل أنت شمس والملوك كواكب. أيضا أنت هي اسم لأنه جاءت مبتدأ، وإحنا عرفنا أنه من علامات الإسناد الاسم هو الإسناد. نرجع حاليا وصلنا احنا كان الأسماء المرفوعة، ونبدأ بالفاعل. الفاعل دائما دائما يكون مرفوع، يعني نعربه فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة إذا كان مفرد طبعا، إذا كان مثنى الألف، ومثل ما أخذنا بعلامات الإعراب. إذا كان اسم من الأسماء الخمسة يعرب بالألف، يعرب بالواو، وهكذا. الفاعل وهو اسم مرفوع أسند إليه فعل تام معلوم جاء قبله. إذن هو اسم، أولا اسم مرفوع، ثانيا أسند إلى فعل تام. ما معنى فعل تام؟ يعني مو فعل من الأفعال الناقصة، يعني مثلا ما كان وأخواته، هي كان وأخواتها هي اللي تكون فعل ماضي ناقص، تعرف فعل ماضي ناقص أو فعل مضارع ناقص، فهذه معنى تام. معلوم أي غير مبني للمجهول. لماذا غير مبني للمجهول؟ لأن الفعل لما يكون مبني للمجهول اللي بعده ما يعرب فاعل، يعرب نائب فاعل. والفاعل أحد الركنين الأساسيين اللذين تقوم عليهما الجملة الفعلية، والركن الآخر هو الفعل. فالفعل مسند في هذه الجملة والفاعل مسند إليه. إذا الفاعل يكون مسند إليه، والمبتدأ يكون مسند إليه. ليش؟ لأنه هي من الوحيدين اللي يجون بالجملة أسماء فقط. الفاعل ممكن طبعا يكون فعل، وأيضا المبتدأ يأتي اسم فقط، لكن الخبر قد يأتي فعل، لذلك المبتدأ والفاعل هما المسند إليه في الجملة، سواء كانت فعلية أو اسمية. ومن أهم أحكام الفاعل وجوب رفعه. إحنا قلنا الفاعل لازم يكون مرفوع، ولهذا وضعناه ضمن الأسماء المرفوعة، ووجوب وقوعه مؤخرا على الفعل. يعني الفاعل ما يجي بعد الفعل، لأن قبل الفعل، لأنه لو جاء قبل الفعل راح يتغير مكانه وموقعه، وبذلك راح يتغير إعرابه. فإحنا قلنا الفاعل هو اسم صريح أسند إليه فعل تام جاء قبله. وإحنا قلنا الفعل التام يعني مو فعل من الأفعال الناقصة،
ومبني للمعلوم أي أنه غير مبني للمجهول. يعني مثلا نقول درس الطالب الدرس، درس فعل ماضي مبني على الفتح، الطالب فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة، الدرس مفعول به منصوب. لكن لو بنينا الفعل للمبني للمجهول والفعل الماضي يبنى للمجهول بضم أوله وكسر ما قبل آخره، ضم أوله وكسر ما قبل آخره، يعني نقول دوري درس، هاي بنينا الفعل للمجهول وحذفنا الفاعل اللي هو الطالب فيصير درس الدرس. فإحنا شفنا بالجملة الأولى الطالب فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة والدرس مفعول به، لكن إذا بنينا الفعل للمجهول والفعل الماضي يبنى للمجهول إذا ضم أوله وكسر ما قبل آخره، وبعدين حذفنا الطالب وخلينا المفعول به اللي هو الدرس بمكان الفاعل وأعطينا له علامة الفاعل فصار درس الدرس، فالدرس نائب فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة. وهاي معنى إنه الفاعل يأتي بفعل مبني للمعلوم، لأن إذا صار الفعل مبني للمجهول لا يعتبر فاعلا وإنما نائب فاعل. فالفعل الماضي يبنى للمجهول إذا ضم أوله وكسر ما قبل آخره، لكن الفعل المضارع يبنى للمجهول بضم أوله وفتح ما قبل آخره، مثل يكتبه يبنى للمجهول نضم الأول ونفتح ما قبل الآخر تصير يكتب. في هاي الحالة صار الفعل المضارع مبني للمجهول. قال من أحكام الفاعل وجوب رفعه وأيضا وجوب وجوده يعني وجوده مؤخرا عن الفعل. فالآن نأخذ قبل ما نشرح وجوب وقوعه مؤخرا عن الفعل نأخذ أقسام الفاعل، فهو إما اسم صريح اسم عادي يعني ككل الأسماء اللي أخذناها، نحو رجع المسافر، رجع فعل ماضي مبني على الفتح، والمسافر فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة ظاهرة على آخره، وإما ضمير مثل عدت أحمد الله، عدت فعل ماضي مبني على السكون التاء ضمير متصل مبني في محل الرفع فاعل، وأحمد فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضمة والفاعل ضمير طبعا تقديره أنا، والله مفعول به. وإما مصدر مؤول، المصدر المؤول كيف يجي؟ المصدر المؤول يجي من أن المصدرية الناصبة زائدا الفعل المضارع، هذا المصدر المؤول. فيسرني أن تنجح، أن مصدرية ناصبة، تنجح فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه الفتحة، و المصدر المؤول من أن والفعل في محل الرفع فاعل لأنه على تقدير يسرني نجاحك. المصدر المؤول إحنا نقدر نأوله، لو ما كان مصدر مؤول كان مستحيل نقدر نأوله ونقول يسرني نجاحك. يسعدني أنكم مجتهدون، أيضا نفس الإعراب، أن مصدرية ناصبة والكاف اسمها، ومجتهدون
خبرها. وأن مع الاسم والخبر أدت بمصدر مؤول، يعني على تقدير يسعدني اجتهادكم. عندنا الفاعل يجب أن يقع مؤخرا عن الفعل. ما معنى مؤخرا؟ يعني يأتي بعد الفعل، مثل الجملة اللي هو عطاها رجع المسافر، أو قولنا جاء زيد. زيد هون فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، فوقع بعد الفعل وأعرب فاعل. لكن لو جاء قبل الفعل، يعني نقول زيد جاء، بهاي الحالة راح يعرب زيد مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة، وجاء فعل ماضي مبني على الفتح والفاعل ضمير مستتر تقديره هو. فإذا لما تقدم الاسم على الفعل تغير محل الإعراب وتغير مكانته تغيرت، لذلك الفاعل يجب أن يأتي مؤخرا عن الفعل، وإما يكون اسم أو يكون ضمير أو يكون مصدر مؤول. هذا بالنسبة للفاعل من الأسماء المرفوعة. من الأسماء المرفوعة أيضا المبتدأ والخبر. محاضرة اليوم راح ناخذ المبتدأ فقط، المحاضرة الجاية إن شاء الله ناخذ الخبر. المبتدأ هو اسم معرفة. اسم معرفة، ما معنى معرفة؟ يعني ما يجي، ما نكرة. طبعا المعارف اللي هي الأعلام، اللي هي أسماء المدن، أسماء الأشخاص، أسماء الحيوانات، هاي كلها يعني معارف. أيضا الضمائر معرفة، اسم الإشارة، اسم الموصول، كل هذه معارف. الضمير أيضا معرفة وليست نكرة. لما يتصل بالألف واللام الاسم أيضا يكون معرفة، مثلا رجل، الرجل بهاي الطريقة يكون معرفة. لو تقول رجل، ما راح يعرف المقابل أي رجل أنت تقصد، راح يكون بشكل عام. لكن لما تحدد رجل ضفت للألف واللام صار معرفة. إذن هو اسم معرفة يقع ظاهرا أو مضمرا. ظاهر يعني اسم ظاهر، مضمر يعني ضمير أو مصدرا مؤولا. واحنا قلنا المصدر المؤول يتكون من أن المصدرية ناصبة وما بعدها، إما يكون بعد اسم فعل مضارع أو يكون بعد اسمه خبره. أو مصدرا مؤولا ويكون مرفوعا. المبتدأ دائما مرفوع، مستحيل يجي منصوب أو مجهور، ويسند إليه الخبر. ومجرد من العوامل اللفظية الزائدة. ما معنى عوامل لفظية؟ العوامل اللفظية اللي هي مثل كان وأخواته، إن وأخواته، هذه هي عوامل لفظية غير الزائدة. لأن إن وأخواته وكان وأخواته إذا دخلت على جملة ما تكون زائدة، لكن هناك عوامل إذا تدخل على المبتدأ تكون زائدة فما تأثر عليه، هو يظل مبتدأ. لكن لو تدخل العوامل اللفظية غير الزائدة على المبتدأ راح تأثر علينا. شلون تأثر عليه؟ راح تغير إعرابه. مثلا نقول الطالب مجتهد، الطالب مبتدأ ومجتهد خبر. لكن إذا قلت كان الطالب مجتهدا فراح يتغير تعريف الطالب، وتعريف إعراب الطالب راح يكون موقعه اسم لكان، ومجتهدا راح يكون خبر كان. فهاي معنى مجرد من العوامل اللفظية غير الزائدة. أنواع المبتدأ. المبتدأ أيضا مثل الفاعل احنا شفنا به أنواع، المبتدأ أيضا به أنواع. أولا يأتي اسما ظاهرا صريحا نحو الله ربنا. الله مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة، هون جاء اسم صريح، وربنا خبر
مرفوع علامة رفعه الضمة وهو مضاف، والناء ضمير متصل مبني في محل جر مضاف إليه. أدنى العلم نورا أيضا مبتدأ وخبر، اللاعب فائز مبتدأ وخبر، وكل هذه مبتدأ جاء اسم ظاهر. يأتي مضمرا، أنا أكتب مضمر يعني الضمير، أي ضمير رفع منفصل، لازم يكون ضمير رفع لأن المبتدأ يكون مرفوع. وقال ضمير رفع لأن هناك ضمائر نصب مثل إياك إيايا، هذه ضمائر نصب تأتي دائما دائما منصوبة من أي مكان، تشوف إياك تعرف أنه هاي ضمير نصب، مثل قوله تعالى إياك نعبد، فإياك ضمير يعني منفصل مبني، يكون ضمير نصب. أنا مسافر، أنا ضمير منفصل مبني في محل رفع مبتدأ مسافر خبر، ويشمل أيضا يعني الضمائر تشمل أيضا اسم الإشارة، نحو قوله تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه، ذلك اسم إشارة مبني في محل رفع مبتدأ والكتاب خبر. وكذلك الضمائر نحن أنت وأنت وأنتما وأنتن وهو وهي وهم، هذه كلها ضمائر تأتي في محل رفع مبتدأ، يعني إذا جت موقع مبتدأ فتكون مبتدأ. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، نحن مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة. احنا ليش عربناها مبتدأ وما عربناها مثلا اسم إنا؟ لأن إنا إذا دخلت عليها الماء تكفها عن العمل، ما في هذه الحالة ما راح تكون تعمل. فراح تكف، فإن راح تكف، ما راح تكف إن عن العمل، فما راح تكون عاملة. يأتي المبتدأ، يأتي مصدرا مؤولا من أن والفعل، نحو قوله تعالى وأن تصوموا خير لكم، أن مصدرية ناصبة، تصوموا احنا قلنا من المحاضرات الأولى بعلامات الإعراب أن الفعل المضارع يكون منصب وعلامة نصبه حذف النون، فتصوم فعل مضارع منصوب علامة نصبه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة والواو فاعل. المصدر المؤول من أن وتصوم يعني طريق أوله صير صيامكم في محل رفع مبتدأ وخير خبر. وقولنا في التعريف يسند إليه الخبر، أي أن المبتدأ هو المسند إليه أو المحكوم عليه، والخبر هو المسند. إذن الفاعل يكون مسند إليه والمبتدأ يكون مسند إليه، لكن الخبر يكون مسند وأيضا الفعل يكون مسند. مجرد من العوامل اللفظية غير الزائدة، احنا قلنا العوامل اللفظية غير الزائدة اللي هي كان وأخواته وإن وأخواتها، فعندما نقول كان زيد لاعبا يتغير الحكم، زي زيد يصير خبر كان، وإن أباك محترم، أباك أيضا يصير اسم إن منصوب على نصبه الألف لأنه اسم إن. هذا إن لم يتجرد المبتدأ من العوامل اللفظية كان وإن فلا يكون مبتدأ، وإنما هو أصبح اسم كان وأيضا اسم إن. أما العوامل الزائدة، العوامل اللفظية الزائدة فلا يعتد بها لأن الزائد في حكم الساقط، يعني كأنه ما موجود، مثل حروف الجر. شلون تعرف إنه هذا حرف جر زائد؟ إذا شلته من الجملة ما راح يأثر على معنى الجملة، بهاي الطريقة تعرف إنه هو زائد. يعني مثلا عندنا آية قرآنية تقول
أنا أعتقد إنه هاي آية ما أعرف صحيحة أو لا، بس لو جبناها كجملة، أليس الله بظلام للعبيد؟ هوني الباء حرف جر زائد للتوكيد، شلون عرفنا؟ لو شلنا الباء تصير ليس الله ظلاما للعبيد، فإذا تصير يعني ما تأثر على معنى الجملة. أيضا هو أعطانا أمثلة مثل هل من كتاب عندك؟ هل استفهامية من حرف جر زائد التوكيد، كتاب اسم مجرور لفظا مرفوع محلا، يعني انت باللفظ عجره لكن محله الرفع، لان احنا لو شلنا من تصير هل كتاب عندك، ما تأثر اي شيء على معنى الجملة او على الجملة نفسها، فكتاب اسم مجرور لفظا مرفوع محلا على انه مبتدأ، في هذه الحالة يكون مجرورا لفظا مرفوع تقديرا، ولا يكون هذا إلا إذا كان المبتدأ نكرا. إذا لا يسبق بحرف جر زائد التوكيد إلا إذا كان نكرا المبتدأ وسبق بنفي أو استفهام. ما أحد عندنا؟ إذا حرف الجر لا يأتي زائد للتوكيد إلا إذا سبق بنفي أو استفهام، في جملة هل من كتاب عندك سبق باستفهام، في جملة ما أحد عندنا سبق بنفي. قد يسبق المبتدأ بما النافية الملغاة عن عملها بإلا، ما أنت إلا صادق، ما نافية، أنت ضمير منفصل مبني في محل الرفع مبتدأ، وإلا أداة استثناء ملغات، لأنه إحنا دارسين من الإعدادية إنه إلا إذا سبقت بنفي تلغى عن العمل، لأن إلا بالأصل هي تنصب ما بعدها. وصادق خبر وفعلا ترفع الضمة. عندنا آية قرآنية وما محمد إلا رسول، أيضا ما نافية، محمد مبتدأ مرفوع عن رفع الضمة، وإلا أداة استثناء ملغاة، رسول خبر. قد يسبق بإنما مبتدأ، وإحنا قلنا إذا أضيفت الماء إلى إن تكون تكفها عن العمل فلا تكون عاملة. وقبل شوية جتنا آية إنما نحن، أتصور كانت إنما نحن مصلحون، ف إنما كافة ومكفوفة، ونحن يعرب ضمير منفصل مبني في محل رفع مبتدأ. فقد يأتي المبتدأ نكرة ولكن بمسوغ، كأن يسبقه نفي أو استفهام. إحنا أول ما عرفنا المبتدأ قلنا هو اسم معرفة وليس نكرة، لكن إذا جاء نكرة لازم يكون له مسوغ، يعني لازم يكون له شيء يخلينه يقبل إنه يكون مبتدأ، فإذا سبق بنفي أو استفهام يكون مبتدأ حتى لو كان نكرة، كقوله تعالى يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خلق غير الله، هل أداة استفهام من حرف جر زائد وخلق مبتدأ مرفوع مجرور لفظا مرفوع محلا، يعني أو تقول اسم مجرور لفظا مرفوع محلا على أنه مبتدأ، لأن يعني أصل الجملة هل خلق غير الله، يعني من هنا أتت
لتوكيد المعنى الموجود بالجملة، أي أن لا يوجد غير الله سبحانه وتعالى، هو الذي يرزق الناس في السماء وفي الأرض. قد يحذف المبتدأ من الكلام ويدل عليه دليل بهذه الحالة، مثل نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء. فتقدير الجملة هو نور أو الله نور. لأن أنت مش شفت إنه بدأت الجملة بخبر أو بدأت الجملة بنكرة، لازم تعرف إنه المبتدأ ما موجود، لأن إحنا قلنا المبتدأ لا يأتي إلا معرفة، لمن يجي نكرة لازم يسبقه إما نفي أو استفهام. هاي الجملة ما سبقه أي شيء، لا نفي ولا استفهام، فمعناها إن المبتدأ محذوف وإن الموجود هو الخبر، فتقوم تقدره، فتكون تقدير الله نوره. محاضرتنا لهذا اليوم انتهت، اللي هي كانت المبتدأ.